هذه الحصص سأقوم بتقديم برمجية، دونك هذه البرمجية ستكون موجهة لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وبالخصوص الذين يدرسون السنة الأولى الثانوي الإعدادي. دونك الهدف كما تلاحظوا هنا العنوان ديال هذه البرمجية هو لا سوم دي مزيور دي زونغل دانتخيون، يعني الأمر يتعلق بمجموع قياسات زوايا مثلث. دونك هي عبارة عن خاصية مهمة دونك نقوم بتدريسها في هذا المستوى، وهذه البرمجية ستشكل أرضية من أجل اكتشاف هذه الخاصية واستكشافها من طرف التلاميذ. وهنا سنقوم أولا بإنشاء مثلث، دونك هذا المثلث سيكون بطبيعة الحال يربط بين ثلاث نقاط A و B و C، دونك ثم نقوم بإنشاء الزاوية A وإنشاء الزاوية B وإنشاء الزاوية C عبر نقطة ما، دونك يمكننا تحديدها عشوائيا. سنقوم بنقل هذه الزوايا، دونك زوايا المثلث A B C، لنجعلها جنبا إلى جنب، دونك في هذه النقطة. دونك والملاحظة التي سنقوم بها هي أنه هذه الزوايا، وهي أن هذه الزوايا عندما نضعها جنبا إلى جنب فإنها تشكل نصف دائرة هنا، هذا يعني أن قياس هذه الزاوية التي تشكل هذه الزوايا مع بعضها هي زاوية مستقيمة، يعني قياسها 180 درجة. دونك هذه البرمجية لقد اشتغلت عليها في السنة الماضية، وطلبت من التلاميذ أن يقومون بإنجازها على شكل ورق مقوى. قاموا بإنشاء مثلث ABC وقاموا بتقطيع زوايا المثلث ABC، وكذلك قاموا بوضعها جنبا إلى جنب فحصلوا على نصف دائرة. سأقوم لاحقا بتقديم هذه البرمجية التي أتحدث عنها حاليا، التي تتميز بالتقطيع. وبالنسبة للبرمجية التي يمكن اعتمادها في البرهنة على هذه الخاصية، سأقوم بتقديمها عندما يحين الوقت، أي عندما نقوم بتدريس الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع. تلاحظون يمكنني أن أغير قياس هذه الزوايا، كما تلاحظون يمكنني أن أغير هذه القياسات لأحصل على عدة مثلثات مختلفة. وهذه الخاصية فإنها لا تتغير ولا تتأثر مهما كانت طبيعة المثلث، يعني أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. شكرا على متابعتكم، وإلى فرصة مقبلة بحول الله.